جوال حاتم تنتصر وتحصل على حضانة ابنها ونادين الراسي منهارة. نشرت الصفحة الفنية المختصة بإخبار الفنانين شربيليتا صورة على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت من خلالها حصول جوال حاتم على حضانة ابنها من الراحل جورج الراسي. وقالت شربيليتا: مبروك جوال حاتم فوزك بجميع الدعاوى القضائية، ومش بس هيك، ألف مبروك لإلك إنه القضاء أنصفك وأعتقي حق الأمومة كاملة مع الوصاية إلك حصراً على ابنك وابن المرحوم جورج الراسي. والقضاء قال كلمته: ممنوع أي على أي حدا من بيت الراسي إنه يشوف جو جورج الراسي من دون إذنك أو موافقتك. يذكر أنه منذ فترة طويلة نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الصورة الأولى لوالدتها إلهام التي خرجت من المستشفى منذ حوالي أسبوعين بعد تعرضها لجلطة دماغية أصابتها بشلل في الجزء الأيسر من جسمها. وظهرت نادين وهي تحتضن والدتها وعلقت على الصور التي نشرتها عبر إنستغرام: يا نور عيوني يا أمي، أشعر أنني بأمس الحاجة لوجودك بالقرب مني. هذا الشعور لا يرتبط بوقت ولا بعمر معين. ووجهت نادين رسالة إلى كل الأشخاص الذين تمنوا لها الشفاء العاجل لوالدتها وقالت: شكرا جزيلا لكل صلواتكم، والله يحمي أمهات الجميع الأحياء منهم وليرحم اللواتي غادرنا هذه الحياة. كما شددت على الدور الكبير الذي لعبته والدتها في حياتها وضرورة إيفائها بعضا من التضحيات التي قامت بها لصقل شخصيتها. إذ وبحسب ما نشر موقع الجرس الإلكتروني أن السيدة إلهام أصيبت بعدة جلطات متتالية على جهة اليمين ما استدعى نقلها بوجه السرعة إلى أحد أهم المستشفيات في لبنان. وعلم الموقع أن الوالدة أصيبت بشلل نصفي نتيجة الجلطات المتتالية التي عانت منها خلال لحظات. ودخلت نادين الراسي بحالة بكاء بسبب والدتها قائلة: متكلين خير، إن شاء الله بترجع أحسن. أمي كان ضغطها 24 وكنت خسرتها، جهة الشمال كلها تضررت وأصيبت بشلل، لكن صلوات الناس لأمي أعادتها للحياة. أمي رح ترجع لي وما رح تتركني، وأنا صار لي أسبوع معها وتحت جرايا. البعض ربط أن السيدة إلهام أصيبت بالجلطات بسبب وفاة ابنها الفنان اللبناني جورج الراسي، فيما البعض اعتقد أنه بسبب الخلافات في العائلة، خاصة أنها تعرضت للضرب هي وزوجها من قبل أولادهما ساندرين وسيبستيان للحصول على إرث جورج. إلا أن ساندرين نفت كل هذه الأخبار، مؤكدة أن نادين الراسي هي من تحرص على هذه المشاكل. يوم ورح تضل، وربنا أنصفه، وربنا رفعه، ربنا حبه.